القاعدة الخامسة: الأصالة والتوجيه وقليل من التعاطف. هذه هي المكونات المثالية لكسب ثقة اللاعبين. للتوضيح قبل الخوض بالقاعدة التي ذكرتها للتو، أود أن أبلغكم بحلقة أخرى وهي جزء من تجربتي كمدرب ليوفنتوس. العودة إلى الفترة التي ذكرتها بالفعل كواحدة من أهم الفترات، وهي مباراة بايرن ميونخ في دور 16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016. حسناً، بالنظر إلى مباراة الإياب وبعد تسوية مباراة الذهاب بطريقة ما، هل تتذكر أننا تأخرنا بهدفين بعد بضع دقائق من بداية الشوط الثاني على الرغم من اللعب في ملعبنا؟ علينا الفوز في بافاريا نظرا لأننا بدأنا من التعادل 2-2 في تورينو. يمكن اعتبار المهمة صعبة، لكن في قلبي كنت هادئا لأنني شعرت أن الفريق يتمتع بالثقة، وأنا أثق جدا بأولادي لأنني كنت أعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به. واجهت غوارديولا عدة مرات في مسيرتي عندما كان على مقاعد البدلاء في برشلونة وأنا أدرب ميلان. الآن وجدت بيب كمديرا للبايرن مرة أخرى. كل هذا لأخبرك أنني بالتأكيد لم أفتقر إلى الأفكار، حتى لو كان وضعها موضع التنفيذ أمرا مختلفا تماما. كان الجانب الأكثر أهمية هو نقل هذه الأفكار إلى الفريق. اعتقدت أنه كان علي أن أطلع اللاعبين على بعض المفاهيم، وليس قبل أيام كثيرة من المباراة. لم أحب أبدا الاستعداد للمباريات مبكرا، خاصة في تلك المناسبة. إذن لقول بعض المفاهيم، ولكن بأي طريقة؟ محاولة جعل كل شيء يبدو ثابتا وخطيا وممكنا، لطالما كنت مقتنعا بأن لاعبي كرة القدم يحبون أن يتخيلوا أنهم إذا فعلوا شيئا جيدا بعد اتباع التعليمات فإن المكافأة ستأتي بنتيجة إيجابية. هذه العملية الذهنية تزيل الضغط عنهم في المسرحية، وكأن الكرة أصبحت فجأة أقل ثقلا، وأي خيار سيكون أقل صعوبة في الاستيعاب. لقد عدت خطوة إلى الوراء. إلى كل من نسوا ذلك، أذكركم أنه في العام الذي سبق تلك المواجهة المزدوجة مع بايرن ميونخ لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، تعادلنا مع بروسيا دورتموند في الرهان بعد أن احتلينا المركز الثاني في مرحلة المجموعات. لقد أتوا بعد الوصول إلى النهائي قبل موسمين وفازوا بمجموعتهم، لكنهم عانوا كثيرا في البوندسليغا حيث كانوا في منطقة الهبوط. تم تدريب هذا الفريق من قبل يورغن كلوب. بعد فوزنا في مباراة الذهاب 2-1 واستقبال هدفهم فقط لأن كليني تعثر، كنا جميعا قلقين للغاية بشأن العودة في ظل وجود الجدار الأصفر للجماهير. في الواقع أريد أن أكون أكثر دقة، أكثر من القلق أود أن أقول أنه كان قلق الأداء. كان هناك وعي فينا بأننا أقوياء، ولكن أيضا الوزن النفسي لبعض السنوات كان خاطئا في أوروبا. إذا فعل اللاعبون شيئا جيدا بعد اتباع التوجيهات فستأتي المكافأة بنتيجة إيجابية، رواها إيفرا منذ بعض الوقت. كان هناك مبالغة في الرواية، لكن صحيح أنه في المباراة السابقة للمباراة قلت شيئا كهذا: إذا فعلنا ذلك فسنحقق الفوز. وفي الواقع تم تطبيق ما طلبته على أرض الملعب، وقادنا إلى لعب فردي رائع من قبل تيفيز الذي سجل بعد 3 دقائق. في الواقع لقد فزنا بمباراة الإياب 3-0 بأداء رائع مبني على ثقة اللاعبين في من يضعهم على أرض الملعب بطريقة معينة. لقد قدمت التعليمات واللاعبين قاموا بتطبيقها، لكن أمام بايرن ميونخ في مباراة الإياب الثقة التي شعرت بها من اللاعبين قوبلت بخطأ غير متوقع من إيفرا. على وجه التحديد، لأن كرة القدم كما ذكرنا سابقا ليست سوى علم واحد. من المثال العملي نأتي إلى شرح القاعدة التي ألخصها على النحو التالي: اكسب ثقة اللاعبين بالتعاطف والأصالة والتوجيه. هذه المفاهيم الثلاثة هي مكونات الثقة. التعاطف هو القدرة على التماهي مع مزاج الآخرين، يشعر اللاعبون بالفهم ويشعرون أن المدير يقف إلى جانبهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاطف الذي أنقله إليهم ينتج عنه تعاطف آخر بين اللاعبين أنفسهم، ويفضل تطوير اللعبة لأن كل منهم يعرف ما يتوقعه شريكه.
باختصار فإن الطبيعة الكورالية للعبة هي التي تستفيد منها. المفهوم الثاني هو الأصالة، والتي يمكننا تعريفها على أنها القدرة على البقاء على طبيعتنا وبالتالي تقييمنا على هذا النحو. يدرك اللاعبون ذلك وبالتالي يطبقون ضعف ما يقترحه عليهم شخص حقيقي. أيضا بين الزملاء في الفريق يتم إنشاء رابطة صداقة، حيث لا أحد يقوم بالخداع، ينشغل الجميع دون التقليل من التزامهم، لأنهم يعرفون أن هذا أصبح بطريقة سحرية القاعدة الأساسية للعبة. وأخيرا نحن هنا مع المفهوم الثالث المتأصل في نقل الثقة، الطريقة التي تفهم على أنها مجموعة البيانات والمؤشرات والقضايا التكتيكية التي توفر التوجيه للاعبين. إنه يشبه إلى حد ما مذنب الملوك الثلاثة، فهم يعلمون أنه يجب عليهم اتباعه لكن دون التضحية بإبداعهم. نحن في الحقيقة نتحدث عن الثقة وليس الانتحال، وهذا الهدف يصبح نوعا من الأفكار التوجيهية. بإمكاني الإشارة إلى هذه النقطة التي تنتمي إلى الماضي القريب. أتذكر ما حدث لنا في دور أبطال أوروبا موسم 2018-2019 في مباراة الإياب من الجولة التأهيلية ضد مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينو في ملعبنا تورينو. في هذه الحالة كان انتقال الثقة مفقودا في العامل الثالث، أي إنه لم تكن هناك فكرة واحدة عن كيفية إدارة المباراة بعد نتيجة 1-0 أولا ثم 1-1 في المرحلة الأخيرة من المباراة. كان لدى جميع اللاعبين تقريبا فكرة مزدوجة وليس فكرة واحدة. باختصار الهزيمة في رأيي ستعزى إلى عدم القدرة على إدارة المباراة بعد نتيجة 1-1. من الممكن أن تكون الفكرة الأحادية الافتراضية المتمثلة في إعادة النتيجة إلى ملعبنا قد تلوثت بفكرة أخرى، مثل لقد تم كل شيء الآن ولم ينقص سوى القليل جدا، وحتى الآن لا يبدو أن مانشستر قادرا على إثارة قلقنا. كان هذا كافيا لتفجير كل شيء. في الواقع تعادل الإنجليز أولا ثم سجلوا هدف الفوز في النهاية. في تلك المناسبة أصبحنا أبطال خطأ مزدوج. بعد جمع المعادلات افتقرنا إلى الوضوح لإنشاء فكرة أحادية جديدة على الفور، مثل كنا دجاجات ولكن أيضا نتيجة 1-1 حسابيا مفيدة للتأهل، دعونا نركز على هذا التعادل وندير الاستحواذ على الكرة بأفضل طريقة ممكنة. لكن لا شيء، الفكرة المزدوجة تسببت في الارتباك وسمحت للضيوف بالمضاعفة، كما هو الحال دائما بالنسبة لهذه القاعدة الخامسة. أيضا أود أن أشير إلى متى يتم تطبيقها. لقد قلت بالفعل أنني لا أحب الاستعداد للمباريات مقدما، وبالتالي سأحدد قاعدة الثقة في اليوم السابق للمباراة التي ننتظرها. إذا كان الأسبوع خالي من المباريات في بطولات أخرى فسيكون من المثالي تطبيق هذه القاعدة صباح يوم الجمعة.